السلام عليكم يا شباب، النهاردة جايب لكم طريقة جديدة ممكن نكشف بيها إذا كان المنتج اللي قدامنا ده اللي احنا اشتريناه ده طلع أصلي ولا مغشوش. يعني هي طريقة ممكن تساعدنا. يعني أول حاجة بتجيب موبايلك وبتنزل أي أبليكيشن زي ده، كيو آر ريدر مثلا. طيب بتفتح كيو آر ريدر ده اللي هو بيسكان بيه، وهنسكان مثلا البرودكت زي ده اللي هو البروتين فريك. فقال لك ايه؟ قال لك المهم برودكت واحنا مش لاقيينه، فبتسيرش عليه في جوجل حتى يقول لك لا ما ينجح بحثك عن الكيو ار كود ده يظهر اي نتائج. فده احتمال كبير يكون يعني منتج مغشوش. بتشوفه في امازون حتى بتسيرش عليه مفيش اي حاجه، سوري وي كانت فايند اني ماتش، مش لاقيين اي حاجه تطبق الكيو ار كود ده. لكن لو شفنا برودكت تاني زي ده مثلا، لو عملنا سكان للكيو ار كود بتاعه او الانترناشنال كود اللي بيبقى عليه، بصوا هنا عرفه قال لك ده انر ارمور بلولين ماسل كرياتين مونوهيدريت ان فليفرد 300 جرام، وحتى في امازون طلع لك السعر بتاعه وتقدر تشتريه حتى من امازون بالكيو ار كود. فده معناه ان احتمال كبير يكون المنتج ده اصلي. فده حبيت أشيره معاكم النهاردة، ومستني تعليقاتكم تقولوا ايه رأيكم في الطريقة دي لكشف المنتج كان أصلي ولا فيك. شكرا لكم.